قامت مؤسسة حياة كريمة بتطوير كبير لمراكز مدينة القنطرة الشرق الإسماعيلية، حيث تم بناء العديد من المراكز الشبابية والطبية وتبطين الترع وإنشاء مراكز إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء عدد كبير من المدارس المختلفة للمراحل التعليمية المتنوعة. مركز شباب مكتمل، ملاعب، ملعب قانوني، ملعب خماسي، مبنى إداري، مكتبة، يعني مكتمل من كل النواحي، وبدأنا فيه النشاط فعلا ومن المراكز المميزة بالنسبة لنا. نشكر سيادة الرئيس على حياة كريمة ومبنى تكنولوجيا ومعلومات تمام، وبنشكر سيادة الرئيس على الخدمة، المكان اللي هو كان ما فيش فيه مواطنين، خدمات تمام، دلوقتي بقى فيه خدمات. ونشكر سيادة الرئيس على المجهود الكبير اللي هو عمله.